بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعضينا القطع ده. القطع ده زي ما حضراتكم شايفينه متخيل كده بالخيط. هنفك الخيط دوت ونبدأ نشتغل فيه ونشوف هنعمله ازاي. احنا كده فكنا الخيط اهو خلاص. هنبدأ ان احنا نشوف هنعمل معاه ايه. ده هنركب له حتة اهي. الحتة ديت من رجل بنطلون كان بيتأثر نفس درجة اللون. هنقطع منها حتة ونركبها للقطع دوت. بنجيب الخيط الابيض بتاعنا بتاع السراجة وبنجيب الابرة رقم 11 اللي احنا بنشتغل بيها دايما. وحبدأ ان انا الضمها وبعملها مفرد وبعملها عقدة وحبدأ اسرج بيها الحتة اللي احنا قطعناها هيت من البنطلون الجينز. طبعا انا واخدها بزيادة. ده العرض بتاع النسيج اللي هو الابيض اللي ورا دوت علشان اظبط عليه اول جنب. انا هبدأه اول جنب انا ببنيه اهو. لازم امسك في السليم بشوف فوق كده بحوالي نص سنتي وابدأ ان انا اظبطها بالظبط. لازم يبقى فيه زيادة من الجناب كلها. بطمن ان مفيش جنب انا سبته عشان لما الف ما يبقاش فيه مشكلة. انا كده بسرج اهوت الجنب الاولاني بالشكل ده. برفع كده شوية الحتة واشوف انا وصلت لغاية فين. بلف الناحية التانية الجنب التاني. هنا بقى عشان كان مخيطه بص الحتة ديت ضعيفة لازم انا ابعد عنها. دي مشكلة بقى الخياطة ان انت لما تخيط حاجة زي كده بتضعف النسيج حوالين القطع. فانا لازم ابعد شوية عنها في الجنب دوت على اساس ان انا ما اجيش عندها فتبقى ضعيفة. ما ينفعش ان انا اشبك فيها الحتة بتاعتي او اشتغلها فيتقطع منها تاني. خلاص ما بقتش نافع للشغل. ادي الجنب التاني هو بسرجه برضك. بمشي كده بالراحة بظبط الجنب بتاعي وببقى شايفه وببقى لامح النسيج ان هو مظبوط مفيش طالع ولا نازل. انا كده غلطت هوت. انا زدت شوية وما بصتش. فزدت شوية عن مكان القطع. افك السراجة عادي وابدأ ان انا الضم الخيط بتاعي تاني وابص دايما وانا بصرج عشان انا مش عايز اكبر القطع. انا عايز اعمله على مقاسه بالظبط. فدلوقتي انا هو برجع تاني وحبدأ ان انا اعمله على مقاسه بالظبط. شفت المكان اللي انا هوصله وابص اهي كده وابدأ ان انا اخرج الابرة بتاعتي واعمل الجنب الرابع. طبعا نفس القصة باتني كده واجيب الجنب دوت على ده كده وبالشكل ده علشان يبقى على استقامة تبقى الزاوية مظبوطة معي. كل ده زي ما حضراتكم عارفينه ده سراجة بنفكها واحنا شغالين عادي ما عندناش اي مشكلة فيها. بس اهم شيء بنثبت الحتة بتاعتنا علشان نبدأ فيها الشغل مظبوط. انا بظبط اهوت النسيج بتاعها العدل اللي هو ظهر القماش بيبقى ابيض. ادي الجنب الرابع. الجنب الرابع بقى انا عايز اخفيه جنب الجيب. هنا في جيب فانا جنب الجيب كده عايز اخلي الجنب الرابع ده يختفي كده في حيز الجيب. فبدخل اهوت الجنب الرابع دوت جنب الجيب بالظبط وببدأ ان انا اقفل اخر زاوية عندنا. خلاص وصلنا للجنب الاولاني هو تاني وحبدأ ان انا امشي الخيط بتاعي والف كمان لفة بحيث ان هو ما يفكش السراجة بتاعتي. كده عمرها السراجة ما تفك مني ابدا بدم لفتها كده. هبدأ بقى دلوقتي اشتغل القطع بتاعي. بنجيب خيط كحلي وبنجيب الابرة رقم 11 وابدأ ان انا الضمها واعمل فيها العقدة وابدأ ان انا ادخل الخيط دوت من الجنب كده. لازم ايدينا تبقى مظبوطة ماسكة الحتة اللي احنا شغالين فيها دي. بتفرق ان انت تعرف تدخل ايدك منين وتمسك بيها الشغل بتاعك. انا بعد الهوت حاسس ان الحتة دي كانت غطسانة كده شوية مطرح ما انا لفيت. هبدأ ان انا اظبطها وادخل الايه الخيط بتاعي. بدخل الخيط بتاعي زي ما حضراتكم شايفين كده
وابدأ اشتغل باخد ايه من هنا فتلتين ومن هنا فتلتين على اساس ان الجنس بيبقى يعني قوي ويبقى مليان وقاش فيه ما يبانش فيه الخيط ده كله. بص حضراتكم باخد كويس بس برضك من على الوش، يعني مش باخد كويس وبغوط من تحت، لا من على الوش. اوعى تغوطوا من تحت، ما تاخدوش من تحت لتحت كده، تحت لتحت ده غلط. بناخد من على الوش كده ونضم الجنبين على بعض فيقفل عندنا النسيج مع بعضهم زي ما حضراتكم شايفين كده. دلوقتي ايه، انا دلوقتي بحاول ان انا اظبط اهو، بظبط كده وبدخل اهو تاني بالشكل ده وارجع واخش من جنبه وما خرجت بالظبط عشان ما فيش خيط يلقط معايا. انا كنت شغال مفرد، دلوقتي هشتغل مجوز برضك علشان تبقوا عارفين الخيط اصلا اللي احنا بنشتغل بيه دوت بيبقى ضعيف، الجنس محتاج عزم شويه وقوه. فانا هنا قلبت من مفرد لمجوز، بس مشكله المجوز هي بقى كده الحته دي كده، ان ساعات واحده بتخرج والتانيه لا، فانا لازم اخد بالي علشان ما فيش فتله تلقط مني في الشغل وتبقى ظهر. فاحنا في الجنس نشتغل بالجوز بس نخلي بالنا ان الشغل ما يطلقتش مننا ومفيش فتلة تبان. ابص حضراتكم فتلة زي دي برجعها كده تاني واشوفها اني واحدة اللي خرجت معايا سحبت، وببدأ اشدها بحيث ان هي ما تلقطش. المجوز في عزم في قوة بيحافظ على شكل البنطلون الجينز ما يبقاش يعني ضعيف في شغله بعد كده اما في الاستخدام. فانا دلوقتي شغاله بالمجوز، انا خلصت هو الجنب الاولاني وهلف على الجنب التاني، هنشتغل كده ونقفل كده الجنب كده، لازم نثبت على الجنب برضك عشان الجنب ده مهم. ادي الجنب التاني، طول ما انا شغال انا بظبط فتلة خارجة، في اي حاجة مشكلة انا بظبط، الا في عوجة في النسيج اظبطها، في نزول في طلوع ما يبقاش القطع ماشي مننا ما يبقاش سرحانين. الشغل وانت سرحان ده تبوظ الشغل، لازم تبقى مركز وشايف الخيط كويس وشايف نسيجك كويس وشايف القطع كويس مركز فيه علشان ما يخرجش عن الخط المستقيم اللي احنا شغالين عليه سواء بالطول او بالعرض. الجنب التاني اهوت شغاله، ابصوا اعدل كده اظبط حاجة نازلة تحت طالعة لفوق، وبرضو كان شغال بالجوز، الجوز هنا مريحني في الشغل فانا شغال بيه، اللي ما بيتضايق منه يشتغل مفرد عادي مفيش مشكلة برضو، بس عشان لما باجي اشد الخيط الجنس يعني عظمه ناشف فلازم ان هو يبقى يتعامل برضو بنفس النشوفية، ما ينفعش ان احنا يبقى الخيط قصاده ضعيف. عندك خيط قوي اشتغل بيه مفيش مشكلة. دلوقتي انا خلصت اهو الجنب والخيط مني خلص او اسرت مني الابرة، اعمل ايه؟ برصها عادي وبلضم خيط جديد وبدخله كده من تحت، العقدة بعملها وبدخله كده من تحت، بس ببدأ قبل ما ما انا وقفت حوالي سنتي واشتغل عادي لغاية ما اوصل للفتلة اللي انا قطعتها. ليه بقى؟ لان احنا كده بنثبت الخيط بتاعنا. لو انا اشتغلت من نفس المكان، لو انا اشتغلت من نفس المكان اللي انا قطعت منه ممكن يفك من الحتة ديت ويبوظ وتبقى هنا في فتحة في الشغل. فانا وصلت اهوت للمكان اللي انا قطعته وشلت الخيط دوت عشان ما يضايقنيش وانا شغال وبدات تاني. دي برضك ملحوظه حبيت ان انا اوريها لحضراتكم، لما الخيط مننا يخلص احنا ممكن نعمل ايه. الجنب الرابع اهوت معايا انا شغاله، وصلت له الحمد لله، ببدا ان انا برضك اثبت على الجنب علشان دي حته ضعيفه ولازم احنا نثبتها، مش نلف كده وخلاص وقفشت في الجنب اللي بعد كده وانا شادب الجنب الحته ديت، الحته دي مشكله. واحاول برضك احافظ على استقامه النسيج وانا شغال، دي مهمه جدا وبتبان في شغل الجنس وانتوا شغالين، هتلاقي الخيط باين قصادكم، ممكن لو مش باين في الفيديو بس هو لو جبت حته جنس وجربتها هتلاقيها باينه قصادك عادي مفيش مشكله. دلوقتي انا السراجة
مش مظبوطة معايا، اعمل ايه؟ افك عادي جدا ومفيش مشكلة عندي، بفك السراجة واظبط العرض بتاعي. ده بقى التركيز، ده بقى الشغل، ده انا شايف انا بعمل ايه مش نايم. ده الجنب الرابع زي ما حضراتكم شايفين اهو، ده انا حذري في الجيب. يعني ايه حذري في الجيب؟ يعني هشتغله من تحت الشفة بتاعت الجيب دوت، الحز بتاع الجيب انا بشتغل من تحتيه اهو، بحيث ان الجنب الرابع ده يختفي خالص، بيبقى فاضل لنا بس 3 جناب هما اللي ظاهرين من القطع، فبيبقاش ملحوظ اصلا ايه في اللبس. مش شكل ده كده، انا ايه باخد الجنب الرابع من تحت الجنب الجيب كده، بظبطه برضك، وبحاول ان انا ما يبقاش فيه عوجة على استقامة، وبعمل كده عشان اشوف انا فين. انا شفت اهو مبدأ اخش كده واخرج، هو يعتبر شبه مستقيم. يعني وصلت للجنب الاول اللي احنا بدأنا من عنده، بخش فيه شوية بتاع نص سنتي كده، اتبت بيه الخيط بتاعي واتبت بيه الرفي بتاعي علشان ما يبقاش ضعيف ما يفكش. انا اهم شيء عندي الشغل يبقى سليم وجامد وما يفكش تاني. مش شكل ده كده، انا كده خلاص خلصت القطع بتاعي زي ما حضراتكم شايفين. طبعا هنبدأ ان احنا نعيد عليه، هنشيل كل الزيادات. طبعا هو لما خيطه خلاني كبرت غصب عني، فانا كبرت القطع بسبب الخياطة لان هي ضعفت النسيج. بشيل الزيادات كده، ببدأ افتح الجناب الزوايا ديت الاربعة، لازم افتح الاربعة هم. وبعد كده بعمل بالشكل ده، بشيل بقى الزيادة اللي في النص ديت كده اهو، بقصها كده بالمقص. ادي الجنب اللي هو التانية، الزاوية التانية بشيلها، ده اسمه تفتيح للايه للشغل. انا كده بفتح الشغل، طبعا بساوي علشان انا لسه هعيد عليه، فلازم يبقى فيه مساوية للشكل، ما يبقاش الشكل كده جهجهوني عالي على واطي. طبعا حضراتكم عارفين طبعا ازاي بعيد عليه، باخد بفتح الجنبين كده وباخد فتله من هنا وفتله من هنا وفتله من هنا، ده بالخيط الازرق اللي انا شغال بيه، وعامل عقدتي وابره رقم 11 وكله. انا ما بغيرش وانا شغال اي حاجه، ولو غيرت هقول لحضراتكم عليه. بيبقى فتله من هنا وفتله من هنا وفتله من هنا بالشكل ده كده، بحيث ان انا لما اكوي القطع القطع ما يبقاش لامم على بعضه. ده اسمه تفتيح الشغل. ما اخلص الاربع جناب وادوس عليهم مكوى، ببدا ادوس مكوى كده من على الظهر، وبرجع اعيد تاني من على الوش بحيث ان هو يتفرد معايا القطع خالص. الحمد لله ده شكل القطع بعد ما خلص، الحته طلعت مظبوطه نفس درجه اللون، مفيش اي اختلاف. الجنب الرابع اختفى جنب الجيب. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروه وتشتركوا في قناتي عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.